بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن زي معكم موقع XQ55. قدم طريقه سريعه لتركيب روت لجهاز جالكسي نوت 2. هذه الطريقه تصلح على جهاز ان 7100 فقط. المطلوب هو التالي: اذهب لجهازك واضغط على زر الصوت لاسفل وهوم وباور معا والهاتف مغلق كليا، ضغط مطول، ثم ستجد بعض الكلمات، اضغط على زر الصوت لاعلى. وصل الهاتف الآن. ثم ستجد نموذج هذا الملف، ستجده في موقع XQ55 في نفس المشاركة. اضغط على أوديون، دبل كليك ثم يس، وفي مكان PDA ضع هذا الملف. ستجد بأن أوديون تعرف على جهازك باللون الأصفر، أوديون الحديث باللون الأزرق، وأوديون القديم باللون الأصفر. لا يهم نسخة أوديون، ولكن هذه النسخة مرفقة من موقع المطورين الأجانب. الآن نضغط على ستارت. عند الضغط على ستارت ستجد شريط في اللون الأخضر وشريط في اللون الأزرق. سيأخذ ثواني معدودة، تقريبا 8 ثواني، 8 ثواني بالضبط. ثم سيعمل الهاتف ريستارت. ممكن أن تنزع سلك USB. ستجد بأن الهاتف ذهب لوضعية ريكفري مود وأعطاك CF Auto Root، وهذا الروت الحديث للنوت 2. ممكن أن أيضا تغلق أوديون. انتظر لحين أن يعمل الجهاز، سيعمل ريستارت أكثر من مرة. طريقة التخلص من هذا الروت هو بتركيب روم من جديد. عليك تركيب روم كامل من جديد من خلال أوديون، ولا يمكن حذف الروت بشكل عادي، ولا يمكن حتى عمل فورمات. عند عمل فورمات سيرجع الروت كما كان. الآن سيعطيك Starting Apps أو Settings Apps. ستجد Super SU، هذا هو التطبيق. كيف تعرف بأن هذا التطبيق يعمل؟ عليك تجريب تطبيق مثل Root Explorer. عند الدخول على هذا التطبيق ستجد بأنه يعطيك صلاحية الروت. للمزيد عن تطبيقات ممكن أن تجربها على Super SU أو كيف تحدث Super SU، تابع نفس المشاركة في موقع XQ55.